السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ليوم الدين. أما بعد يا حبيبي يا رسول الله، كما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام. اليوم حبيتنا هيك نوريكم شوية 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 من حياتنا، شوية بكحة ناس الجنوب، ممكن على الأقل نعطيكم ولو نظرة حاجة، نعود نوريكم ساعة على ساعة الظروف اللي نعيش فيها. وخاصة أنا نتكلم عن نفسي، ما نحكيش عن الناس، أنا نتكلم عن نفسي بالخصوص، على باش ديما باش تعرفوا كي نقول لكم لازم نقتصد، لازم ندير القلب، لازم ولازم ولازم تفهموا علاه، تفهموا الخلفيات اللي خلتني نقول كي معاك. فهمتوني؟ مش واحد مرتاح ولا كذا ومن بعد مقيوم ودارو ولبس عليها، ما يدخلها لا غبار لا ريح لا والو. انا داري كسيه الحمد لله، هو انه ساكنه ووظيفي وكذا. بصح ديما ديما الانسان لازم يسعى الى انه ما يبقاش محتاج وما يبقاش حاجه ناقصات وكذا، وما يطلقهاش بركي. ربي قالنا اسعوا ولا نسعوا. هذا وريتكم لبابو تاعنا تخسر، هاني حندير لبابو جديد، قلت لكم السكن الوظيفي نبقى غير نخسر عليه. المهم لا علينا، نط سخانه طربت قلت لكم قبل الفيديو على واش طيبت البارح، وقلت لكم راني شوفوا، قلت لكم راني حابه نحكي لكم شويه على السخانه وعلى كذا. المهم واش نقول لكم، خرجت طبت راجلي دابني لبرا وانا قلت يلا، لقيت السحاب السخانه كذا، قلت انا نكب الماء في الحوش، نخليكم شويه مع صوت تاع الماء. قلت نكب الماء في الحوش بلاك تبرد شويه، بصح على بالي ما تبرد ما والو، بصح حبيت نعرفكم برك نتوما ممكن اللي مش عايش في الجنوب ولا كذا، انه ما كان حتى فايده انك تنوضي تكبي الماء ولا ديري ولا زوج دقائق تنشف تولي جفاف، وهذه تاع ربي سبحانه، ماناش نحاسبوا في ربي ولا، بصح فقط انا احنا نوفقكم نعدكم نوريكم تعتبر ثقافه تعتبر كذا. خاصه اللي هما كما نقولوا احنا ماهمش عارفين ولا مش واقفين يجوا الجنوب ولا مش عارفين يعيشوا في الجنوب. بديت نكب الماء نكب الماء نكب الماء، بصح يقول لك يا فرحه ما تمت، يقول المصريين يا فرحه ما تمت، اخذها الغبار وراح، الغراب وراح، انا اخذها الغبار وراح، الريح وراح. ناضت وش نقول لك، كنت فرحانه ونلعب هكا بالماء وكذا وكذا، حتى بدا ينوض واحد الغبار الزوابع الرمليه. واش نقول لكم، الحوش هذا ولا جاف كانه قطره تاع ماء ما تكبتش فيه، وزيد كما نقولوا حنا الغبابر، معناها غدوه لازم ناشك حل اذا صحى الجو طبعا. مش عارفه الى محبي الماء ونبخوا بالماء وكل شيء، نخليكم شويه ومن بعد نرجع لكم. اوكي ما تروحوش، كملوا الفيديو الاخيره. هنا برك حبيت نعدكم هذيك اللي قلت لكم الحموريه تاع الماء، اللي جاري تعليق كاين يقول لي لا هذا صداع وكش على بالك شغل صداع، برك هذا صداع ماشي. شوف حبيت نوثقكم، شوفوا البلاصه هذه تاع الزريعه، لانه حطوا فيها الزريعه ونسقوها ويتكب عليها الماء. شوف صداع ماشي صداع، هذه يسموها حموريه. شوفوا هنا الغبار كيف حبدا ينوض، راكم تشوفوا فري طايش هذاك النقاط البيض، او بدات شويه الرمل اللي يهبط علينا. كي يجي الغبار ماشي معناها من الارض يتكب هكا يدخل، راهو في الهواء، في الهواء يطاير الرمل. هاو بدا، ها حبيت نوثق لكم اللحظه هذا وين كنت فرحانه ونكب في الماء وفرحانه نسيق، وها خي شفتوني كنت نسيق وفرحانه وكذا. ها بداو يتحركوا، شوف شوف شوفوا ال زيدو كيفاش بدا يتحرك من الهواء، ها معناها راح ينوض الغبار، هذه البدايه تاعو. شوفوا السما كيف كحل، شوف موثقكم، شوفوا من هي، شفتوا من هي شويه زرق والباقي كل جا سحاب، ما فهمنا تاع سخانه تاع مطر. ان شاء الله يا ربي بالك درت لكم فيديو ينزل علينا شويه مطر يبرد علينا الحيه شوي. شوفوا شوفوا الدنيا كيفاش راهي كحله، الدنيا راهي مغمومه. شوفوا شوفوا الرمل كيفاش بدا ينزل، هذا هو. شوفوا شوفوا كيف طاير، شفتوه هاو بدا الغبار، هذا هو الغبار تاعنا كيفاش يبدا. ان شاء الله نوثق لكم برك الصوره، لو كان يزيد شويه
ان شاء الله ما تروحش تلسيتي باك، لازم نديرو في الشارجور. شوفوا جيت الضو كيفاش يبان غبر. السحاب ثمثم زوز دقائق تلمدت السحاب هذا، بقى غير بلايص بلايص كيولو كل كحل وتجي الغبره. دعونا 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 ربي يفرج علينا. راني تكويت والله العظيم تكويت، وليت لكم ايدي كاني واحد شويتها في الكويزينيير. شتو الكويزينيير تطيبوه تفتحوا الباب نتاعها وتدخلوا ايدكم هكاك سخانه والله اكثر. والله العظيم ما لقيت لهاش حل. ربي يلطف بينا ان شاء الله، ربي يلطف بينا ان شاء الله، ربي يلطف بينا ان شاء الله. شوفوا الباب ها، زوج دقائق كنت نكب عليه الماء، ها زوج دقائق نشف خلاص. ها هذا هو الماء الحلو، احنا نديرو في الجيريكان هنا ونعبو في القناة وندو نشربو. اما هذا وحده قالت لي اغسلي هاي مش نظيفه تشربو ولا ديرو، هذه راهي ماهيش نتاع الاخر، ماهيش نتاع الشرب ولا تاع الاستخدام ولا ولا دواش ولا، هذه ما عدا نتاع الحوش كيما هكا ولا تاع الشارع دايره شجره تاع الزيتون. اما نتاع الدار اللي نسيق بيها وننظف بيها وكل شيء مش عارفه تبان لكم. لا لا هاي ورا شفتوا الصراصير نتاعها، هاي هاي ورا هذيك هذيك الزرقاء هذيك تاع الجيران اللي من هيه وتاعنا احنا هاي ورا. هذيك هي ستيرنا اللي فوق السطح، هذيك هي تاعنا.